السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي، معاكم جيجي من مطبخ جيجي. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش منك أي وقت زي ما أنتم متعودين معايا. هعمل معاكم الفرخة المشوية بالخضار في الكيس الحراري بالفرن، جميلة جدا وسهلة وما بتاخدش أي وقت. تعالوا معايا شوفوا جمال الفرخة والخضار والريحة تجنن. يلا تعالوا معايا بالخطوات نشوف هنعمل ايه خطوة خطوة. تعالوا بقى ندخل على طول نقول المقادير بتاعتنا خطوة خطوة كده، خليكم معايا. انا معايا طبعا خضار، الخضار اللي انت حابة تحطيه مع الفرخة، فرخة كده متوسطة. طبعا احنا غسلناها ومنضفينها كويس جدا بليمون وخل وملح، وطبعا تكون مصفياها كويس من المية. معايا هنا الخضار عبارة عن كوسة وجزر وبطاطس وفلفل ألوان، تمام، وكمان معايا بصل ومعايا ليمون وفصين ثوم، دي معلقة صلصة على معلقة كاتشب، معايا معلقتين كبار زيت، معلقة عسل أبيض، والتوابل عبارة عن معلقة ملح كبيرة، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة 7 بهارات، ومعايا حبهان ورق لورا، بصل بودر، توم بودر، وربع معلقة بس كده توابل فريخ. تمام، تعالوا بقى معايا نشوف هنعمل ايه. اول خطوة هنعملها طبعا ان احنا هنقطع الخضار. انا طبعا مقشراه وغسلاه كويس جدا، هتقطعيه طبعا مكعبات، هتقطعيه قطع كبيرة علشان يستحمل معانا في الفرن علشان الفرخة تاخد سوا عن الخضار. احنا هنقطعه يعني قطع كبيرة شوية كده زي ما انتوا شايفين، وبرضو الكوسة، تمام. طبعا الكمية انا مش مكترة كوسة وجزر، انا مكترة بس البطاطس مزوداها لان عندي الولاد بيحبوا البطاطس جدا في اي حاجة. بالنسبة للكوسة ملهمش فيها قوي يعني. هخلص تقطيع الخضار ده وهرجع لكم تاني. كده قطعنا الخضار كله زي ما انتوا شايفين، لسه البصل، هقطع بس البصل 2 كده. ممكن تعمليه بصل قوارمة وبطاطس برضو من اللي هي الصغيرة دي، بس ده اللي موجود دلوقتي ومتاح عندي، فهنقطع بس البصلة نصين او 3. وطبعا التوم هنعمله شرايح صغيرة كده. الفرخة دي بيبقى طعمها جميل جدا وطبعا صحية جدا. تمام يا بنات معايا، وهبدأ بقى اعصر على الخضار الليمون، نص ليمونة، وهسيب النص التاني هعصره على الخلطة، نخلي ده على جنب. وهنجيب معانا بقى التوابل، هنشوف هنعملها ازاي. طبعا كل التوابل اللي معايا دي على الكاتشب والصلصة، تمام، وهنحط الزيت معلقتين بس زي ما قلت لكم، وهنحط معلقة العسل الابيض، دي بتدي لون حلو للفرخة، بتدي لها طعم جميل جدا. تمام، ما ننساش النص ليمونة، هنشيل البذر. اهم حاجة في الوصفة دي وفي الفيديو ده ان انتي التتبيلة بتاعتك تكون كويسة، طبعا تحط كل التوابل اللي عندك. هنقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده، الريحة جميلة جدا جدا، ولسه كمان لما تتبلي بيها الخضار والفرخة. تمام، هناخد جزء الاول على الخضار وجزء على الفرخة نتبلها، هنتبلها من جوه طبعا ومن تحت الجلد ومن فوق، هتشوفيها دلوقتي هتلاقي لونها خطير جدا. دخلي صوابعك كده وتتبليها كويس من جوه ومن بره، تمام. الليمون مديلها ريحة جميلة جدا.
وهنقلب الخضار برضو. تحط كمية الملح المعقولة علشان الخضار والفرخة، اسفه بالظبط كده بيبقى ده شكل الخضار وشكل الفرخه. هنعمل ايه بقى؟ ثواني بس كده، تبلنا الفرخه والخضار. تعالوا بقى نشوف هنكمل ازاي. انا معايا طبعا كيس حراري، طبعا يكون حجمه كبير شويه علشان ياخد الكميه اللي موجوده معايا. انا هحشي الفرخه من جوه شويه خضار، بتدي لها ريحة حلوة جدا، وكمان بيبقى طعمه جميل جدا الخضار اللي جوه الفرخة ده. تمام، حاول ان انا يدوب بس كده اعمل الاوراق كده علشان ما تفكش مني ويبقى شكلها مش حلو. بالظبط كده، اوكي. هبدأ بقى احط الفرخة. بسم الله، كده خلاص حطيت الفرخه. اكمل بقى احط باقي الخضار كله. حطينا الخضار والفرخه زي ما انتم شايفين كده، تمام. ابدا بقى ان انا اقفلها، اخرج الهواء منه كده، تمام، واقفلها من فوق شويه. اسيب الكيسه ناحية الخضار والفرخة شوية. طبعا احنا معانا الرباط ده بيجي مع الاكياس الحراري علشان تقفلي بالكيس. هنقفله كويس كده. هنجيب صينية معانا زي ما هي كده، وطبعا زي ما احنا عارفين لازم نخرم الكيس عشان ما يفرقعش مننا في الفرن. يعني كام خرم كده، تمام بس. وبكده يبقى خلصت معانا الفرخه. وبكده بقى هندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معانا من ساعه لساعه وربع، هي ساعه وربع تقريبا، بس يكون الفرن حامي جدا. هنسيبها مثلا نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده نعملها على درجه حراره 180، تمام. اول ما هتخرج من الفرن هوريكم بقى شكلها النهائي عامل ازاي. ودلوقتي بقى ده شكل الفرخة بعد ما خرجت من الفرن. اخدت لها ساعة وربع بالظبط، بس طبعا انا سبتها تبرد شوية عشان اقدر ان انا افتحها معاكم واقدر ان انا امسكها، لان كده غلط جدا لو مسكتيها اول ما تطلعيها من الفرن، تمام. هوريكم دلوقتي الفرخة، هوريكم ازاي هي استوت ولا لا. هنختبرها مع بعض كده. ما شاء الله شفت الصوص اللي هي منزلاه مع الخضار، والخضار طبعا نزل ميته. تحفة تحفة يا بنات، الريحة ما اقولكوش على ريحة. الله الله بقى كده خلصت معانا الفرخة. الله على جمالها وعلى شكلها والريحة وكمان والطعم بيبقى جميل جدا. حاولوا تجربوها ان شاء الله مش هتندمي. وطبعا الفرخة معايا مستوية خالص زي ما انتوا شايفين، وريحتها جميلة جدا، والصوص بتاعها اللي نازل منها هي والخضار طعمه بيبقى خطير جدا. اتمنى يكون بقى فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايكات والكومنتات كده حلوة تشجعنا. واللي ما اشتركش في القناة واول مرة يشوفني يعمل اشتراك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.